لمصلحة ليفربول من أجل هدف أول. كرة بترسل إلى أمام في القائم الأول، دياز، صلاح، 1-0 ليفربول يسجل في الدقائق الخمس الأولى. محمد صلاح الهدف التاريخي للريدز بالتأكيد في البريمير ليج، يضع الريدز في المقدمة بهدف في الدقيقة الخامسة من زمن شوط المباراة الأول، وفرحة مشجعي الريدز بالتأكيد بهذا الهدف المبكر، هذا اللي يبحث عنه يورغن كلوب، الضغط منذ بداية المباراة والبحث عن هدف، وبالتأكيد شوف بخطأ بهفوة بالدفاع.